وعندك الجديد منه بقى زرار الاف ان، زرار الفانكشن. حلو، بس ما علينا النهارده، مش قصتنا. كنت اول زرار فيهم بطل الحدوته معانا النهارده عامه هو زرار كنترول. اباوت، كونتاكت، حلو، جالري، عندنا ايه تاني ممكن؟ سيرفيسز، ممكن ايه تاني؟ تيستيمونيال. هاجي هنا مثلا احددهم كلهم، واجي هنا مثلا عايز بعمل هنا بار سيمانتك اليمنتس كده حلوه، يو ال ال اي، بعد ال ال اي احطهم كلهم في انكور. حلو، بس النف بار لسه في ال اتش اف دي، تاك كنترول شيفت ال، حدد لي كل اللي انا عايزه، تاك كنترول سهم من تحت عشان انزل بس البيج، حدد لي كل اتش اف. حلو، اروح هنا يمين اخد كده كوبي، احط علامه الاش بتاعتي، بيست. حلو، خلصت النف بار. طب تمام، لا لسه ما خلصتش، مثلا انا شغال بفريم ورك انجلر مثلا، فما عنديش اتش اف، عندي مثلا راوتر لينك، نفس الكلام، بيست، خلصت النف بار، لا لسه برضه عايز العب فيها شويه، ادي كلوز. ممكن احط هنا راوند مثلا 4، وياخده مثلا ايه تاني، ياخده مثلا بي جي انفو، وراوتر لينك اكتف، اللي هيبقى اكتف فيهم مثلا هحط لك كلاس اكتف. بص، طب انا مش عايزهم بس ياخدوا كلاس اكتف احددهم تاني واجي هنا، لا انا عايزك تديهم كلاس اكتف وتديهم مثلا بي جي دينج. قشطه، خلصت النبوة. بس برضو مش ده اللي انا جاي اقوله خالص، انا لو جاي اقول لك الكلام ده انت ممكن تيجي على اليوتيوب مثلا تكتب في اس كود شورت كاتس، ما هيطلع لك نفس النتيجه، برضو ناس بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله. طب انت برضو استفدت ايه؟ ما استفدتش اي حاجه. طب لو عايزهم بالعربي ممكن تكتب بالعربي برضو، ناس كتيره جدا برضو بتشرح نفس الطريقه في الشورت كاتس، وهتلاقي فيديوهات تلت ساعة ونص ساعة ربع ساعة. قشطة، ماشي، مفيش أي مشاكل، بس الفكرة المحصلة النهائية بتاعتك إيه؟ أنت طالع من هنا من فيديو شورت كاتس، عملت فيديو قبل كده مرة واثنين وثلاثة ولسه برضه ما في مشكلة، المحصلة بتاعتك في النهاية بتبقى إيه؟ أنت مثلا بوريك أنا مثلا في الفيديو 20 30 شورت كاتس، يا عم خمسة شورت كاتس، أنت بتطلع بالآخر بواحدة هي إيه اللي فاكرها. طب ما حلو، طب ما أنت أصلا لو دخلت هنا كيبورد شورت كاتس عندك هنا كل الشورت كاتس أصلا بتاعت في اس كود، وأنت محتاج منهم إيه؟ أنت محتاج منهم توتال كده مثلا 20 30 شورت كات، وفي الآخر تشتغل بس باللي أنت بتستفاد منه. المهم لو جيت هنا تبص عندك هنا في الشورت كاتس هتلاقي العامل المشترك ما بينهم كلهم اصلا اربع زراير اساسيين، كنترول شيفت الت، وعندك الجديد منه بقى زرار الاف ان، زرار الفانكشن. حلو، بس ما علينا النهارده مش قصتنا، كنت اول زرار فيهم بطل الحدوته معانا النهارده عامه هو زرار كنترول. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دلوقتي لو واقف عند كلمه راوند دي وتكي كنترول سهم لفوق هيطلعني فوق في الصفحه، كنترول سهم لتحت هينزلني لتحت في الصفحه، سيكا مش كتير. المهم، طب دلوقتي انا لو رحت تكيت كنترول سهم يمين، كنترول سهم يمين هيجيبني في اخر الكلمه اللي انا واقف فيها، كنترول سهم شمال هيجيبني في اول الكلمه. حلو، طب لو انا عايز احدد كلمه راوند دي بتك شيفت سهم يمين بيخليني احددها، طب شيفت سهم شمال بيخليني احددها برضو. طب لو اتكيت كنترول شيفت سهم يمين مش المفروض كده ان هو يحدد لي الكلمه كلها لحد اخرها؟ كنترول خليته يروح لحد اخر الكلمه، شيفت كنترول خلاني اعمل سيلكت للكلمه اللي انا عايزها. حلو، طب انا دلوقتي مش عايز اعمل سيلكت على راوندد، بس عامل سيلكت على راوندد سهم يمين تاني هيجيب لي الاربعه، سهم يمين تاني هيجيبني على بي جي انفو. طب انا عايز اغير الكلام ده في الاربعه انكورس اللي عندي او الخمسه، تك كنترول شيفت ال هيحددهم لي كلهم. طب افرض ان انا عندي عايز اعمل سيلكت للبي جي انفو راوندد 4 في اللي تحت، مش عايز. انا دلوقتي لو اتكيت كنترول شيفت ال هيحدد لي كلهم، بس انا مش عايز الحته اللي هنا اللي فوق دي، انا عايز بس اللي تحت بس وانا نازل. خلاص، اضطر ساعتها اسفا ان انا اجي هنا احدد دول، كنترول شيفت سهم شمال 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 بحددهم، او متك كنترول دي هيفضل يحدد لي وهو نازل، ملوش دعوه وهو طالع. حلو، المفروض بقى ان احنا كده خلاص عرفنا ان انا دلوقتي عايز مثلا اغيرهم كلهم، فمتك كنترول شيفت سهم يمين، كنترول شيفت ال حددهم لي كلهم، كان بغيرهم للي انا عايزه، خلاص ما فيهاش اي مشاكل. تمام، طيب لو انا بقى عايز امسح الكلمه اللي انا واقف فيها دي حاليا، كنترول باك سبيس هيمسحها لي، كنترول زد اكيد هيرجعها لي. تمام قوي، عايزين نرجع كده نقول كده كمان معلومتين كمان، انا دلوقتي لو شغال هنا في التاب دي وعايز اقفلها فبتك كنترول دبليو لك دي وان تو سيف، ماشي سيف. حلو، انا كده قفلتها. طب انا عايز ارجعها تاني، بتك كنترول شيفت تي، حرف التي بيرجع لي ان انا قفلته تاني. طب انا لو عايز اقفل كل التابس اللي انا فاتحها، بتك كنترول كي دبليو هيقفلهم لي كلهم، بس طبعا عشان انا مش عامل سيف لواحده منهم فبتك كنترول اس، بتك انتر قصدي عشان يسيفها لي. حلو، طب انا عايز ارجعهم تاني اللي انا قفلتهم دول، كنترول شيفت تي 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 هيرجعهم لي كلهم لحد اخر حاجه انا فاتحها من ساعه ما فتحت الدوكيمنت. حلو قوي، وانا دلوقتي لو شغال هنا مثلا امسحهم بس كلهم وعايز ارجع واحده منهم بس. حلو، فاللي انا رجعتها دي انا شغال هنا وكود معايا كبير، فانا عايز اقسمها نصين واشتغل على شيفتين منفصلين. تمام، المفروض في الطبيعي ان انت وانت واقف هنا بتيجي هنا تتكل على علامه الشباك اللي فوق دي، فبيقسم لك نفس التابه اللي انت واقف فيها على جزئين منفصلين. حلو، بس انا مش عايز كده، انا بقى عايز افصلها بس تابتين غير بعض. يعني مثلا نفترض ان انا اهو عندي تابتين، انا عايز الستايل دي هي اللي تروح هناك، انا لو اتكيت هنا الستايل وعملت هنا سبلايس المفروض ان هو هيسيب لي الستايل هنا بس هيفتح لي على تابتين، لا انا عايز السبلايس هي ذات نفسها اللي تروح، فبتك كنترول الت سهم يمين جابها لي يمين، كنترول الت سهم شمال بيرجع لي تاني مكانها، يمين شمال يمين شمال. حلو قوي، لو انا عندي اكتر من تابه وعايز اتنقل ما بينهم، عندي كنترول تاب، كنترول تاب دي واسيب ايدي على طول بيجيبني بينقلني ما بين التابتين اخر تابتين
انا اتنقلت ما بينهم. يعني انا مثلا دلوقتي لو هنا في الاباوت دي رحت هنا على التشايلد، هتاك كنترول تاب هيرجعني الاباوت، كنترول تشايلد هيرجعني هنا التشايلد. ممكن اتاك كنترول تاب وافضل انا بقى احدد سهم لفوق وسهم تحت انا عايز اروح لاني تابه منهم المفتوحه دي. تمام. طب لو عايز انا اروح اتحرك من الستايل اللي جنبها على طول، مع انها ما كانتش في ما كنتش انا لسه واقف فيها عامه، فالمفروض اتاك ايه كنترول بيج اب، المفروض يجيبني في اللي قبليها على طول، كنترول بيج داون هيجيبني في اللي بعديها. واقف عند الكونتاكت دي مثلا وعايز احددها، اكيد بتاك كنترول دي. طب انا عايز احددها هي وحد اخر السطر، ممكن اتاك كنترول شيفت وافضل اتاك سهم يمين عشان احدد لحد اخر اللاين اللي انا واقف فيه ده عامه. فلا انا بقى عايز احددها من غير ما افضل اتاك كنترول سهم يمين ورا بعض، عشان انا كده كده عارف ان انا عايز احدد لحد اخر السطر. فبدل ما اتاك على زرار كنترول، نيجي بقى للبطن الثاني اللي قلت لكم عليه، زرار الاف ان، زرار فانكشن، اتاك عليه زرار الاف ان وسهم يمين هيجيبني لحد اول اخر اللاين، اف ان وسهم شمال هيجيبني لحد اوله. طب اف ان وشيفت وسهم يمين هيخليني احدد السطر لحد اخره. طب بس انا عادي، انا ممكن احدد السطر لحد اخره كنترول ال، ما فيهاش اي مشاكل. بس انا لا، انا لو واقف هنا في الحته دي بالذات وعايز احدد لحد اخر السطر، تك اف ان شيفت سهم يمين هيحددني لحد هيجيبني لحد اخره. انا بقول لك حاجه زي كده ليه؟ انت ممكن برضو تيجي هنا تعمل باراجراف، الباراجراف ده مثلا ممكن تيجي هنا تعمل جواه لورين مثلا 100 كلمه، هتبص تلاقيه جايبك في اول في اخر الصفحه خالص. فانت تك اف ان سهم شمال هيجيبك في اولها. طب لو انت عايز تروح لحد الباراجراف ده كله ذات نفسه، تك اف ان اف ان شيفت سهم يمين جابك في اوله، شيفت سهم شمال خليك تحدده كله، كنترول اكس شلته. كل المعلومات في الفيديو دي صدقني ولا ليها اي لازمه ولا هتفتكرها لو انت ما رحتش طبقت نفس المعلومات دي حاليا دلوقتي حالا في اي بروجكت، اي حاجه انت لسه عاملها، اي سطر كود انت لسه كاتبه، وحاول تروح تطبق نفس الشورت كاتس اللي انت شفتها دي عشان المعلومه تثبت في دماغك، ما يكونش زي اي فيديو شورت كات انت شفته قبل كده. ونصلي على النبي كده يبقى خلاص خلصنا اول فيديو من البلاي ليست. البلاي ليست ان شاء الله هتنزل على لينكد ان، ما تنساش تتابعني هناك لو انت لسه مش متابعني. لو شفت اي حاجه عجبتك او حاسس ان هي جديده عليك، فصدقني برضو ان هي ممكن تكون جديده على اي حد تاني، فحاول تعمل شير لو انت على الفيسبوك، ريبوست لو انت على لينكد ان. اتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم.